في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. الشخصية اللي هتكلم عنها النهاردة مشكلتنا معاها انها دمها خفيف، مش هتعرف تحرجه او تغير طبعه، بس عمرك ما هتصدق كلامه وحكاياته لانها غالبا بتكون خيالية وغير حقيقية. معرفتش اللي حصل امبارح يا عمرها، طلع عليا 3 كلام بالليل وانا راجع الفجر بيتنا في اكتوبر، كانوا عايزين يشبتوني ويشربوني وفلام حال البصر، رحت خاطف المطاوي بتاعتهم وكوعتهم هم الثلاثه، ومن طيبه قلبي لما شفتهم غرقانين في دمهم طلبت لهم الاسعاف. المهم انكم لو شفتوا ابو لمع ده هتلاقوا حجمه بكتير ما يزيدش عن الضيف احمد الله يرحمه، ومع ذلك طول الوقت ما يبطلش فش عن بطولات وارقام اللي حققها في الكاراتيه ورفع الاثقال. والشخص الفشار انت ممكن تستحمله في المواقف الطريفة اللي مفيش منها ضرر، زي انه يقولك ان ابوه كان لزوج لباشا، وانه والدته كانت صاحبة الملكة نازلي الانتيم بتاعتها، لكنه هيبقى مضطر جدا لما يعمل نفسه ابو العريف ويبدأ بقى ايه ينشر اشاعات على انها حقايق، ويجي لك في يوم ويقول لك هقول لك خبر اكسكلوسيف يا باشا من كنترول، عرفت من شخصية كبيرة قوي انهم خلاص هيرفعوا الجمارك على العربيات والدولار هيبقى ب7 جنيه. وطبعا ممكن اي حد يسمع الكلام العبيط ده وينقله بدون وعي، وتتحول الفشرة دي الى اشاعة ملهاش اي اساس. والفشار غالبا بيكون انسان حاسس بالنقص، وعشان يعمل لنفسه اهمية وسط الناس بيلجأ للفشر والتهويل والحكايات الخيالية المثيرة لعل وعسى يلفت أنظار الناس ويلاقي حد يصدق كلامه. المشكلة كبيرة يا سادة لو حضرتك صدقت الفشار لما يجيلك مثلا يخطب بنتك ويقولك أنا شرفني يا عمي أطلب إيد بنتك، صحيح أنا دلوقتي عاطل وما عنديش شقة، لكن إن شاء الله خالي لما هيبيع نصيبي من الأرض اللي ورثتها عن جدي الباشا هبقى مليونير وبنتك هتبقى برنسيسة. أي والله، وتحس كده إن أبو لمع ده كان واقع من فيلم أبيض وأسود، وإنه حفيد عبد السلام النابلسي. النماذج دي بنقابلها كتير في حياتنا، ممكن نبتسم ونتريق عليها، لكن احيانا ممكن تكون هي من الذكاء بحيث انها تبيع لنا الاكاذيب على انها حقيقيه. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغايه ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.